اشكركم اولا كلكم ان انتوا جيتوا وبتغطوا احتفالاتنا السينمائيه. سعيد جدا بالجائزه وسعيد بجوائز فيلم فيلا 69، وكمان سعيد واسعد يمكن بجوائز فرش وغطا وكذلك فيلم عشم. لو تلاحظوا هم الافلام دي ثلاثه افلام مستقله، ويمكن معظم الجوائز راحت بين الافلام دهيت. الشركه المنتجه او واحده من الشركات اللي هي الافلام دي كلها كانت واحده من الشركات اللي بتنتجها فيلم كلينيك لمحمد حفظي، ليهم فضل كبير جدا انه في وقت ناس كتير كانت مش قادره او مش عايزه او مكتئبه انها تعمل افلام كويسه، كنا ساعتها بنصور فيلا 69. ساعتها كان واقف حفظي مع فريق عشم انه يكمل انتاج الفيلم، كان كذلك فيلم فرش وغطا يمكن ايام الاخوان ما كانوا موجودين في السلطه، كان عندنا حتى مشكله نصور في جامع، وكان في مشكله كبيره جدا لو تفتكروها ان حد يقف جنب الافلام دي وان هو يكملها. والنهارده بتحصد جوائز على مستوى العالم وعلى مستوى الداخلي في مصر، مهرجاناتنا القوميه المصريه، ده شيء بياكد ان احنا ماشيين في الطريق صح، وان السينما المصريه دايما فيها دم جديد وفيها تجريب جديد، وشيء يعني حقيقه يفرح. فبقول مبروك لاحمد عبد الله السيد، طارق حفني، مجموعه فرش وغطا كلهم، عشم، ماجي مرجان، كذلك لفيلم فيلا 69 فيلمي طبعا، ايتن امين، والممثلين عمر الغندور وهبه يسري وعماد ماهر وكل فريق العمل. جايزة مهرجان زي ده بالذات دور زي حسين، انا الدور بالنسبة لي غيرني تماما كبني ادم وكفنان، وك يعني من ساعة ما قريته لما عشت معاه مدة طويلة واحنا بنصوره كان بيأكد الاحساس ده هوت. ف سعيد ان الفيلم ده بالذات باخد عنه جايزة. حاليا بصور فيلم استاذ داوود عبد السيد، قدرات غير عاديه، وصورت فيلم ولو ان لسه فاضل فيه ايام قليله، احمد عبد الله السيد، وهو فيلم ابيض واسود اسمه ديكور.